ما يزال سد النهضة الإثيوبي يبتلع المزيد من مياه نهر النيل عبر مراحل، حيث تم الوصول إلى المرحلة الرابعة من ملء خزان السد. وفي كل مرحلة تتعالى الأصوات المنددة من قبل دولتي المصب مصر والسودان ردا على الشروع بالملء بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم لإثيوبيا يضمن حقوق دول المصب المائية. وانطلقت خلال ذلك عدة جلسات مفاوضات أو جلسات تفاوضية برعاية وسطاء دوليين بهذا الشأن، إلا أنها لم تسفر عن نتائج مرضية. وما يزال هذا السد يسد خلفه خلافات متراكمة قد تثقل احتمالية هذا الملف على الصمود أكثر، كما شهد شروع إثيوبيا بالملء الثالث لجوء مصر إلى مجلس الأمن لوضع حد لقرارات أديس أبابا. من جهة أخرى، هناك تحذيرات من تزايد كمية المياه التي يحتجزها السد خلفه خشية حدوث كارثة إنسانية في حال حصل أي انهيار فيه، إذ تحدث خبراء عن مخاوف من مشاهدة أضرار في جسم السد. ومع ذلك تصر إثيوبيا على الاستمرار في مرحلة الملء الرابع للسد. ضاربة بالاتفاقيات السابقة وإعلان مبادئ سد النهضة عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي عام 2021 عرض الحائط، أعلنت إثيوبيا الاستعداد للملء الرابع لسد النهضة. إدارة سد النهضة قالت في بيان إن الجهات المختصة تعمل على تشغيل باقي التوربينات بالسد والاستعداد للملء الرابع، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان أديس أبابا انتهاء عملية الملء الثالث وتخزين كميات من المياه تصل إلى 22 مليار متر مكعب وتمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد. من جانبه، كشف الخبير المصري عباس شراقي في تصريحات إعلامية أن السد ومن منظور فني بحت وبسعته المبالغ فيها بات يشكل خطرا شديدا في حالة تعرضه للانهيار نتيجة الظروف الجيولوجية غير المستقرة وعلى رأسها وجود الأخدود الأفريقي العظيم. الخبير المصري أوضح أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بالعمل على التخزين الرابع وتشغيل باقي التوربينات تزيد التوتر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، مشيرا إلى أن القاهرة أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن في تموز الماضي اعترضت فيه على التخزين الثالث، مطالبة بتوحيد الموقفين المصري والسوداني وإعادة قضية سد النهضة إلى طاولة الأمم المتحدة. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا محمد بن محمد العروسي الإعلامي الإثيوبي. مساء الخير أستاذ محمد، وأهلا بك معنا إلى شاشة اليوم. من المتوقع أيضا أن ينضم إلينا ضيف آخر من القاهرة، لو نبدأ الحديث إلى حين أن يجهز. بداية، يعني إلى أي درجة قد يستمر تصعيد التوتر بين إثيوبيا وأيضا دولتي المصب مصر والسودان على خلفية سد النهضة؟ يعني إثيوبيا على ما يبدو مستمرة بعمليات الملء واحدة تلو الأخرى دون الاكتراث لربما لآراء هاتين الدولتين ومواقفها. شكرا على الاستضافة والتحية لك ولضيفكم المحترم والأستاذ المشاهدين. طبعا أولا اسمحي لي أن أتحفظ على ما أوردتموه في هذا من أن هناك ضرب الحائط من إثيوبيا لهذه الاتفاقيات المزعومة. وإذا كنا نظرنا إلى الاتفاقيات فعلينا أن نحلل أو ننقل بأن إثيوبيا رفضت ولا نعلم ما هي المشكلة، يعني يجب علينا أن ننقل مواقف الأطراف الثلاثة. هذا أمر. الأمر الآخر بما يتعلق عن يعني بمسألة تصاعد التوتر، فأعتقد أنه لا يوجد توتر حتى اللحظة، وعلى الأقل نقول من جانب إثيوبيا. إثيوبيا تسعى إلى أن يعني تحد من لهجة التوتر المتصاعدة أو اللهجة العدوانية التي ربما يتعمد بها البعض حتى يشعل الموقف مرة أخرى. نحن نعمل على أن تكون يعني الخطوات الإثيوبية يعني مبنية على أرض الواقع، وهي تؤكد على خيرها والازدهار المرجو من خلال عملية توليد الطاقة من هذه الخطوات. وعليهم أن يعني يبادروا إلينا بهذه النتائج التي زعموا أو تكهنوا بها إبان الملء الأول والثاني وكذلك الثالث، فلا توجد هذه الآثار السلبية أو النتائج السلبية من قبل إثيوبيا، وبالتالي لا يوجد هناك
توتر في الموقف، نعم هناك ربما استياء وانزعاج بما يفسرونه بأنه قفز على الاتفاقيات وأنه عمل أحادي، بيد أن هذا الأمر غير صحيح تماما، إذ أن إثيوبيا استندت بهذه الخطوات وما قامت به في السابق حتى هذه اللحظة، استندت على اتفاقية إعلان المبادئ، وكذلك استندت على حقها المشروع بأن تواصل عملية التنمية وعملية الاستثمار في مشروع سد النهضة بما تراه مناسبا ولا يلحق الضرر بالأشقاء في مصر والسودان. طيب، عند جزئية الاستناد إلى المبادئ من قبل إثيوبيا، دعني أرحب أيضا بضيفي من القاهرة دكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا للنقاش. يعني إن كنت سمعت الحديث، إثيوبيا ليست بموقف أن تزيد من التوتر والتصعيد، وأيضا بحسب ما يقول ضيفي فأنها استندت إلى إعلان المبادئ وفي نقطة مبدأ التعاون في الملأ. إلى أي مدى فعلا تنظرون إلى عمليات الملأ التي تحصل من الجانب الإثيوبي بأن هناك تعاون وأيضا هناك يعني اعتماد على هذه المبادئ التي تم الإعلان عنها حول سد النهضة؟ اولا تحياتي لحضرتك والكريم ولكل الساده المشاهدين. الحقيقه يعني احنا بالامس كانت هناك تصريحات اثيوبيه جديده بان اثيوبيا تستعد للتخزين الرابع وتشغيل باقي التخزينات. هذه تصريحات احنا يعني مصر ليست ضد السد بصفه عامه، ولكن نحن ندعو الى الاتفاق قبل اتخاذ هذه الخطوات. إذا كانت هناك إدعاءات بأن ما يتم الآن هو طبقا لإعلان مبادئ سد النهضة، نرجع لإعلان المبادئ ونشوف مثلا أحد البنود اللي بينص على عدم الضرر ذي شأن. نعم. ما حدث الآن وطبقا للتصريحات الإثيوبية، مش هقول يعني ما هو موجود في البحيرة حاليا، إثيوبيا تدعي أن البحيرة بها حاليا 22 مليار متر مكعب من المياه. هذه المياه لولا سد النهضة الحين كانت سوف تذهب، هذه المياه كانت سوف تذهب إلى السودان ومصر. هنا تم حجها في إثيوبيا، أليس 22 مليار متر مكعب ضرر؟ أقول 22 مليار متر مكعب يتم حجهم ولا يشكل ضرر على مصر والسودان؟ هذا ضرر يعني جسيم الحجز هذه الكمية. طيب دكتور، يعني كونك أستاذ في الجيولوجيا والموارد المائية، أعذرني على المقاطعة وأستسمحك في هذه النقطة، يعني بحسب تحاليل لخبراء مياه الفيضانات الأخيرة التي حصلت، يعني لو نظرنا إليها بعيدا عن الجانب الإنساني وما تسببت بها يعني من كوارث إنسانية وسيول، زودت أيضا الجانب السوداني والمصري بمخزون قد يكفيها لسنتين أو أكثر. يعني لماذا هذه المخاوف، كل هذه المخاوف من عمليات الملأ الرابع ومن عمليات بناء استكمال بناء السد؟ لو سمحتي. نعم تفضل. المائي الجديد لم يصل مصر حتى من اليوم، متوقع وصول المياه اول مياه لهذا الموسم تصل الى مصر يعني اليوم او غدا. اذا لم يصل مصر اي مياه، لان المياه عبرت سد النهضه يوم 11 اغسطس. هذه المياه بتحتاج إلى حوالي من 10 إلى أسبوعين كاملين حتى تصل إلى السد العالي. إذن مصر لم تستقبل أي مياه هذا العام، بعد ربما اليوم أو غدا تستقبل بداية هذه المياه، واللي منها نعرف الموسم حالة الموسم حالة الأمطار. أرجع بس سريعا لموضوع أن إثيوبيا ما تقوم به طبقا لإعلان المبادئ. هل إعلان المبادئ فيه بند الخامس بينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد؟ نعم. أيوة. هل إثيوبيا تعاونت مع مصر والسودان في الملء الأول أو في الثاني أو حتى طيب الثاني؟ دعني أوجه هذا التساؤل إلى ضيفي من إثيوبيا أستاذ محمد بن محمد العروسي. كيف تعلق على هذه النقطة في المبدأ الخامس من إعلان المبادئ بأنه يستوجب على إثيوبيا أن يعني تعتمد مبدأ التعاون في ملء السد وإدارته والملء الأول وغيره؟ ما ردكم على ذلك؟ طبعا اسمحي لي أولا، هي نقاط كثيرة أثارها الدكتور، وأنا في الحقيقة أستغرب يعني أن يصدر مثل هذا الكلام من خبير يعني في مجال الجيولوجيا والمياه. أولا هو أغفل حقيقة
أن المياه لم تنقص، إذ أن الفيضان في هذا يعني في أعلى ذروته، وأن السد العالي اكتمل، حتى أن لديهم يعني في مصر هناك تصرف المياه هدرا إلى مفيض توشكي وغيرها من المعابر المائية التي للأسف الشديد لم تستخدم من خلال يعني حجز المياه، أو سوء لنقل أنه سوء للإدارة لإدارة التخزين في السد العالي وبحيرة ناصر. طبعا نقول حتى لا ناخذ يعني حتى لا نكون كمن يكفر ببعض الكتاب ويؤمن ببعضه، اتفاقيه اعلان المبادئ في بندها الخامس نعم 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 تنص في بندها الخامس على 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 ان يكون هناك التعاون في والاداره للمل في تعاون في الملا واداره السد نعم الملا الاول والتشغيل. طبعا هذه النقطه لم يكن الخطأ محملا لإثيوبيا وحدها، فهناك إخفاق في المفاوضات وعدم رغبة من الأشقاء في مصر والسودان بالتفاوض في حول هذه القضية، ولجأوا بهذه القضية ودولوها إلى مجلس الأمن وغيرها. أما هناك يعني مادة في اتفاقية إعلان المبادئ، وهي المادة الثالثة عفوا، مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن. لم يجد الدكتور الكريم الخبير في مجال المياه يعني أي حجة يثبت ضررا من الملء الثالث من قبل إثيوبيا لسد النهضة، لم يجد، فقال أن هذه حصص إثيوبيا، أن هذه حصص مصر والسودان. أيضا استسمحك وأعذرني على المقاطعة، أيضا أستاذ محمد العروسي أيضا في هذه النقطة أعذرني على المقاطعة، يعني إن كانت الأمور تجري هكذا بدون أي توجيه أي اتهامات، لكن من جانب آخر كان هناك الكثير من الانتقادات لعملية استكمال بناء السد وأيضا جسم السد وكمية المياه يعني توصف بالهائلة وراء هذا السد، وأيضا بحسب يعني وثيقة إعلان المبادئ يستوجب أيضا على إثيوبيا ودولتي السودان ومصر تبادل المعلومات والبيانات. هل قامت إثيوبيا؟ أمر أمراني أو أمور لم ترفضهم إثيوبيا على الإطلاق، بل هي التي تبادر بهذه المعلومات التي تقدم. لكن أثناء المفاوضات كان هناك مطالب أيضا بأن يعني يتم تبادل البيانات على مستوى إرسال الوفود من قبل مصر والسودان إلى إثيوبيا وإلى موقع السد فترفض. فماذا تفعل إثيوبيا حتى يقتنعوا بهذه الآراء وهذه الحقوق التي ينبغي عليهم أن يتفهموها؟ نعم نقول أن هناك يعني في اتفاقية إعلان المبادئ مبدأ التنمية المتكاملة والتكامل الإقليمي والاستدامة من خلال السد، وتنص المادة على أن الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، وهذا ما أثبتته إثيوبيا. نعم نعم أستاذ محمد عفوا نعم تفضل أكمل أستاذ محمد هل تسمعوني؟ دكتور عباس لو أنتقل إليك، يبدو أن أستاذ محمد هناك مشكلة في التواصل معه، أيضا أنتقل إليك في نقطة يعني تبادل المعلومات والبيانات يعني نعم إلى أي مدى القاهرة والسودان لربما لعبتا دورا سلبيا في عدم إعطاء الفرصة لإثيوبيا من أجل تبادل المعلومات والبيانات بخصوص يعني هيكلية السد وكمية المياه المخزونة وطريقة إدارة السد، وبالتالي نتساءل مع كل هذه التكهنات والمخاوف هل نتكهن فعلا بأن سد النهضة لربما قد يكون قنبلة موقوتة في ظل هذه التغيرات المناخية الكبيرة قد تهدد بكارثة إنسانية وبيئية؟ أولا طبقا لإعلان المبادئ نفسه إن هناك مكتب محايد وهو مكتب فرنسي يسمى BRL كان مكلف بالقيام بعمل بعض الدراسات، سوف تستخدم هذه الدراسات ونتائجها في عمليات التخزين والتشغيل، وبالتالي ما يتم دراسته ونتائج هذه الدراسات نتفق على طريقة الملء والتشغيل التي تعطي إثيوبيا الفوائد من توليد الكهرباء وأيضا في نفس الوقت أقل ضرر على كل من مصر والسودان. هذه الدراسات لم تتم ولا دراسة تم عملها. اتخاذ الإجراءات إثيوبيا اتخذت الإجراءات تبادل المعلومات كان يجب الأول قبل تبادل المعلومات هذه المعلومة أن يكون متفق على العمل بتاعها أولا ثم يحصل بعد كده تبادل المعلومات. إثيوبيا يوم 26 من الشهر الماضي أعطت أرسلت إلى مصر أن التخزين الثالث
مستمر رغم ان التخزين كان بدا يوم 11/7 بعت خطاب يوم 26 بتقول ان التخزين مستمر. لا توجد معلومه عن التخزين، كميه التخزين ومتى ينتهي، وكان المفروض قبل هذه المعلومه ان يتم الاتفاق على التخزين من الارض. اذا ما جاء الى مصر اعترضت على هذا الخطاب وارسلت خطاب الى مجلس الامن بعد بثلاث ايام من 29/7 بتعترض على هذا التخزين. اذا اثيوبيا لم تتعاون في عمل الدراسات وبالتالي لم تتفق على قواعد للملء او التزويد، وحاليا بتطلق تصريحات ان التخزين الرابع في العام القادم والتشغيل التوربينات سوف يتم ايضا بنفس الطريقه، وهذا ما تقصده مصر والسودان. واعتقد ان هناك ربما يكون في يعني خطوات اخرى الى مجلس الامن على اعتبار ان السد اصبح قنبله مائيه ممكن ان تسبب خطر وفناء ل 20 مليون سوداني يعيشون على بطاط النيل الازرق. طيب استاذ محمد بن محمد العروسي، اعود اليك في الجزئيه ذاتها ولاتساءل معك، يعني ان كانت اثيوبيا حذره في كل مما تقوم به من عمليات الملء في ظل ما نتناقش فيه، في ظل المتغيرات المناخيه، فيضانات وسيول وكوارث يعني تحيط باكثر دول العالم، الى اي مدى يعني اثيوبيا تجري دراسات دقيقه وايضا تعود بالمنفعة على إثيوبيا وعلى مصر والسودان وتتفادى حدوث أي كارثة بيئية أو إنسانية في المنطقة؟ أولاً نؤكد بأن من يقيم مشروع سد النهضة هي دولة، وبالتالي يعني حتى أساساً وبديهياً هي تحتاط لنفسها من أن يكون هذا السد معرضاً للشقوق والشكوك وهذه المزاعم التي لا تصدر إلا في الفترات التي تقوم فيها إثيوبيا بالتعبئة أو أي إنجاز في سد النهضة. فهذا الأمر غير صحيح، وهي احتاطت لنفسها قبل أن تحتاط لسلامة الجيران، وهذا ما يدلل عليه يعني ما قامت به من إجراءات تعد يعني قامت من خلالها بالتصحيح أو بتعديل الإنشاءات الهندسية والهيكلية بمئات الملايين من الدولارات لأجل يعني أن يكون هذا المشروع يعني على كامل درجات الأمان والسلامة وأن لا يضر بأحد في الدرجة الثانية. فبالتالي يعني لا نقول أن هذا السد هو يشكل خطرا وتهديدا لأن إثيوبيا لم تأخذ الاحتياطات، فهذه مزاعم باطلة، وما أكده الخبراء يفند كل هذه المزاعم التي ربما يعني علم العالم بأنها مزيفة تماما وهي فقط لتشويه سد النهضة. اليوم بعد أن عرفت فوائد سد النهضة وأن إثيوبيا طبقت حرفيا اتفاقية إعلان المبادئ وأن السد هو لتوليد الطاقة، أرادوا أن يثيروا هذه المزاعم، وهذا أمر يعني ربما لا يليق بالخبراء وعلماء المياه، إذ أن المنتظر منهم أن يفصحوا عن الحقائق التي يعلمونها. الدكتور عباس شراقي يعني قام علمية كان يتوجب عليه أن يذكر بأن الفيضان في ذروته وأن السد العالي قد اكتمل تماما وأن المياه أصلا لم يشعروا بنقصانها لأن إثيوبيا لم تقم بالإعلان عنها إلا وتفاجأوا فقالوا بأن هذا ملء ثالث، وكما تعلمون أنهم كانوا يتكهنون قبل ذلك بأنها يعني شرعت في التعبئة ثم يعودوا ليكرروا بأنها يعني لم تقم بالتعبئة. فهذه متناقضات ينبغي من الخبراء أن يصححوها بدلا من أن يسيروا عليها. دعني أوجه يعني هذا الطرح وكل ما تفضلت به لدكتور عباس الشراقي. دكتور باختصار لو سمحت تعليقك على ما تفضل به أستاذ محمد اللي بيقول أن السد العالي ملئ بمياه الفيضان هذا العام. أنا متى خرجت المياه من سد النهضة بعد انتهاء التخزين الثالث؟ المياه خرجت في 11 من هذا الشهر، يعني بقالها حوالي 11 يوم. المياه بتأخذ أسبوعين لكي تصل إلى السد العالي لأن المسافة 2000 كيلو متر. كيف ملئ السد العالي والمياه لم تصل بعد؟ هذا يعني هذا دعاء يا أستاذ محمد. والمياه من بداية الموسم تم حثها في إثيوبيا، وإن شاء الله النصف الثاني من الموسم هو اللي هيبدأ من الآن ولم تصلنا أي مياه، فكيف أن السد العالي ملئ بمياه الفيضان لهذا العام؟ هذا غير صحيح. طيب شكرا. أنا بنقطتين يا دكتور إذا سمحت لي. طيب سأعطيك الوقت لكن باختصار شديد في 30 دقيقة، في 30 ثانية. نعم
في 30 ثانية. أولا سعادة الدكتور، تعلم أن المياه لم تتوقف يعني عن التدفق حتى في فترات التعبئة والتشغيل، وهذا الأمر يعني مؤكد، والدليل أنكم لم تعلموا إلا بعد إعلان إثيوبيا بأنها أكملت الملأ الثالث. الأمر الآخر، إذا لم تكن لديكم المياه ولم تتدفق إليكم، فلماذا المياه الآن تتدفق إلى مفيض تشكي هدرا عندما تقومون بإهدارها، لأنها يعني لأن السد العالي قد استوعب المياه كاملة يعني من الفيضان ومن هذه الفيضانات الزائدة هذا العام هذا الموسم يا دكتور. نعم صحيح لست خبيرا مائيا يعني بقدرك، لكن يجب عليك أن تدقق شكرا. في هذه المعلومات لأنك تخاطب المشاهدين يا دكتور. شكرا جزيلا لك. سريعا، السد العالي ما فيه من المياه هو مخزون من السنوات السابقة. ثانيا، المياه التي تتدفق من سد النهضة أثناء التخزين كانت من خلال بوابة واحدة بتخرج 5% من الإيراد الموجود حاليا، وبالتالي هذه البوابة لا تعتبر أنها بتأتي بكميات مياه. شكرا جزيلا لكما ضيفي من القاهرة دكتور عباس شراخ أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، جزيل الشكر لك على انضمامك وتوضيحك، وأيضا جزيل الشكر إلى ضيفي الآخر من أديس أبابا محمد بن محمد العروسي الإعلامي الإثيوبي، جزيل الشكر لك أيضا أستاذ محمد.